بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني المتابعين صفحة عم الجلال، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم الجلال وسلوعي وسلوعي كالعادة خاص. بسم الله نبدا بسم الله بيت بيت طرف حطبة كما يقولوها الحطبة تاع الديكور هذه تاع الأطباق وتاع هذاك راهي متوفرة عند عم الجلال. ها هذه المويا راهي دير 70 نفعة ديال المربع عند عم الجلال، والكبيرة ها هي ديالي راهي متوفرة، ها راهي دير 98 فقط 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 عند عم الجلال. وهذه راسيلي تاع الكرافة راهي متوفرة بكثرة، ها راهي كاينة بزاف زكاينة عند عم الجلال. سيري دوش ثاني راه متوفر هذا تاع ها راه متوفر. نبداو منها ها. المهم بسرعة كاملة راهي متوفرة عند عم الجلال. سيري دوش كلش راه كيما راكم تشوفوا، بس راح نبداو منا تاع اليوم. سرعة اليوم ماشي كل يوم اخوتي. كيف الجار ديال نارك راه باطل باطل عند عم الجلال. ها ها هو فنجان من نارك. ها حل 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 ارواح الايوب. ها هي صاي صاي شكرا ايوب ارواح اللي في الجنة. اش بدي فنجان ناعس فنجان يريدهم فنجان. ها السرعة كيما راه تشوفوا ها فنجان ها ودخل فنجان تاع 55 راه باطل دوك عند عمو جلال. ها هاي ست فناجر هكذا بطلون سويس فقط. ها الله يبارك سلعة وسومة عند عمو جلال. هاي يلا يا مواطنة كلش باطلة، يلا يا مواطن كلش باطل في البلاصة حبيبة الجماهير. هاي متوفرة ثانية هاي دير 55 عند عمو جلال توجور. عمو جلال ما يلعبش، ماشي يجيب زوج حبات يصور معاهم في العادة، يجيب سلعة يشبعكم سلعة. ها باتير بومان مخير تاع المخير. ها ثاني راه متوفر قداها 400 فولت. روعة حاجة مليحة الماني. المهم ها عند عمو جلال كاين متوفر عند عمو جلال اهلا وسهلا. والمرميطة ثاني هذه رانا وفرناها صغيرة وكبيرة. ها هاي المويا المويا مش صغيرة، هذه المويا الصغيرة كاين اللي قل منها، وهذه تاع بيبيات. ها كيما راكم تشوفوا راهي بيبيات راهي متوفرة سومة ثاني هايلة 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 هايلة. ها وسيرفيس كرافة راهو جا سيرفيس كرافة سو ديزير راهو متوفر عند عمو جلال، راهو متوفر بكثرة عند عمو جلال. راه كاين سيرفيس كرافة والبريق اخوتي البريق 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 اللي تحوسوا عليه. ها البريق اللي تحوسوا عليه راه جا. ها ها هذا الابيض هذا ها السامبل ها راهو متوفر عند عمو جلال. راه كاين ها انا جبناه راكم تعرفوه كالعادة. هذا ثاني ستة ها الحبات الاخرين كارطون مقطع راكم تشوف فيه. ها هو الاخر تاع 110 راه متوفر. البريق هذا الاصفر هذا البريق الاصفر هذا كيف البريق الاصفر يبقى في حبة اللي هي هذاك الصغير نورمالمون. ها اسمعش اسمح ها هذا الصغير هو هكذا ها كاين هكذا ها هكذا واش اكثر منه هذا ها ها هذا هو متوفر بالابيض تاعو يتحوسوا عليه بهذا بالميال تاعو بالزوج راهم كاينين. المهم هذه السلعة راهي متوفرة كاملة عند عمو جلال. السيراميك راهي هاي كاينة متوفرة، هذه للدورة متوفرة. هذه ثاني ما شاء الله هذه سلعة عمو جلال ها فقط كما يقولوا. ها ها الله يبارك ها سلعة وسومة شوف الله يبارك شوف ما شاء الله عند عمو جلال. أهلا وسهلا بكم شوفوا شوفوا تفضلوا تفرجوا تفرجوا تفضل الديكور والديكور أخوتي. ها القصعة هذه ها مزيان كاينة متوفرة قصعة كامل هذه بزاف. وأخيرا وأخيرا جبناها 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 هذه لاسيري هاي كاينة 50 أخيرا 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 جبناها 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 العصارة جبناها العصارة بوما راهي متوفرة. ها العصارة تي أس جي راهي متوفرة. ها بوما حبيبة الجماهير ايش الأخر الكوكوت لا كوكوت لا كوكوت أيوبا لا كوكوت بيبيوت. ها يعني من الكوكوطا بيبي اف ايوب هذه سامبل ها راه متوفرة كي العادة ثم هايلة 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 نورمالمون هبط الكرتون كامل هب هب تشوف هب هبط الكرتون هبط الكرتون كامل هني من وشك اسفل هنا العصر هبط الكرتون في الارض ها ايش قطع لي هذو ما قطعتوش ها كنت مقطعهم اسمع ايش ها ثاني هذا الطاجين عجبناه ها او يدير 35 ها الله يبارك. ها شوفوا الله يبارك شوف ما شاء الله منه سكريه منه طاجين منه زبده منه يصلح كلش. ها ما شاء الله تحفه بركه كان يدير 35 فلقوا 32 محير كان محير ما عندنا 30 قطعه ها 300 فقط هذا ما كان
وشنو هاد؟ هذا فيرسوس ما شاء الله، هذا ما جبتوش موديل هذا، فيرسوس يجي فوق النار خالتي تحرسها بها، كاين متوفر بكل احجام ها، راهو متوفر بالاحجام ولي موديل ها، راه ما شاء الله ها، هذا ويجي فوق النار خالتي ها، هذه طيبة على رواحكم ها، هذا الموديل، وكاين هذا الموديل، وكاين موديل واحد اخر انا ما جبتناهش، خليها تما برك، ايوه، خليها تما كيما راك، جبت لي هذا البريق برك. ها الكره ثاني هذه ما وفرناها هاك هاي شتيوا ثاني ها ما شاء الله ثاني ها عند عمو جلال خلي كل شيء خلي جبد لي كوكوطا مستثمر ثاني انا وفرناها كامله ثاني ها بالطربوع بالسين كامله هاي بالبلاطه كاين خاوتي هذا 33 ها لا كوكوطا راهي متوفرة بي بي ثاني قلنا لكم راهي متوفرة هاي بالكراطة ها كوكوطا بي بي راهي متوفرة بالكراطة بو ماكس ثاني راهي طرحناها البارح عشوائي راه كاينه متوفره كامل 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 هي والسيلفر كريست هذه ها شوف صوروا ها خوتي ما شاء الله سيلفر كريست تاني سيلفر كريست كليبسو ثاني متوفره ها ها خوتي السيس وهذاك الكاتر هاي ما كانش السيس والويس هاوس ها سيري مارميت على حوس عليها تاع بي بي اس ثاني ثاني نوت ثاني انا وفرناها ها هذه ها ما شاء الله ها راه متوفره عند عمو جلال ايه خالي يا خالي والقصعه تاع درساس راه طب راهي متوفره من الصغيره للكبيره ها 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 الرباعيات كما يقولوها بكري ها ها ما شاء الله دوك نديرو الاسعار هذو نزلنا ما درناش اسعار تاع واحد هما وسمعوا هذيك وسكاري من جبناها ها راه من الكبيره للصغيره ها هذه السيري الكبيره وهذه السيري الصغيره ها ما شاء الله هاي جاتنا مخاوتي ها اه ما شاء الله واش راح نقول لكم ثاني هذه تاع اليوم سبعه اليوم ماشي كل يوم سيرفيس طاري ثاني وفرنا لا فور ثاني ها وكويزين هذا ليمينار كذا ها هو وهذا ديما محبوب الجماهير هذا سيري ثاني راه اوكي ها خوتي ها هو 265 هي ثوم الله كارين راه طاح ليمينار فرنسي ها موش ماشين هذا تاع 18 كنا نبيعوا فيه 16 هذا وطاح كان يدير 35 وطاح 60 جبنا السرادية تاعو 55 نورمالمون البولا 25 وكاين لي بلا تاعو كاين الكروز البلاط نورمالمون 28 الكروز جبنا الفيستون ثاني لومينارك فرونسي ثاني راه متوفر يا خوتي هادو سرعة اليوم نورمالمون اه بورت مونجي ثاني ها بورت مونجي رانا وفرنا ها كاين ها جيرام كتصلح كلش هادي ها تجي في الفول تجي بارتو هادي ها وكاين هذا ها فانبولي بلاطو بيتزا هذا ها هو راه متوفر بكثرة عند عمو جلال وش الاخر فنجان ثاني ها ثاني متوفر 55 ها هذا 55 هذا 45 مش كيف كيف موديل ها 45 55 المهم ها كيما قلت لكم وعدتكم راني نشبعوكم ها قلنا لكم والله ما قلنا لكمش ها حنا كي نجيبو ما نجيبوش حبه نصوروا معاهم خاوتنا نجيبو السلعه بكثره عند عمو جلال المهم اهلا وسهلا بكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.